السلام عليكم. حمل السلاح للدفاع عن مدينة تعز ونجا من الموت أكثر من مرة وهو يواجهه بشجاعة في الجبهات التي يتنقل فيها، لكنه حين مات لم يكن مقاتلا، كان يصلح بين متقاتلين من حملة السلاح في وسط المدينة. قال لهم: المشاكل في الأسواق وقضاياها الصغيرة لا تحل بالسلاح، وكانت هذه الكلمة كافية لإثارة غضبهم والحكم عليه بالموت فورا. قصة الشهيد زكريا الناصري كواحد من ضحايا الانفلات الأمني في مدينة تعز نشاهدها في الفيلم التالي ثم نعود. الراعي السوق المقوات يشتري لقات وعادي أمه منتظر له علشان يتغدي. قال شخرج يوم مال المقوات شندي قدر كنا تغدي الراعي له فوق الغداء للساعة يعني خرج على غسل وتعطر وصلي وقال لي راعي شنالي فوق الغداء للساعة 3 ما كاش. ففجأة تسمع إنه مصاب، انصاب بسبب إيش؟ إنه كلمة الحق، كلمة الحق ذي الأيام هي اللي تسبب الوفاة لبعض الناس أو للكل. يعني ليش قال إنه في مشاكل بين المسلحين والمقوتين أخرى خارج السوق، مش الضحية كامل اللي داخل السوق. بالنهاية الضحية ليش قال كلمة الحق؟ القتلة يعني اللي قتلوه يقلبوا السلاح على مواطنين، فقال لهم لا تقلبوا السلاح على ناس بداخل السوق تفقعوا العالم. خرج من السوق وقتلهم وخرج السوق. الأول أن الأمن داخل تعز يعني منعدم الأمن والاستقرار داخل محافظة تعز، وكنا مستبشرين بالمحافظ الجديد خير إنه يجي يطبق الأمن والاستقرار ويغير الأمور إلى الأحسن، لكن للأسف الشديد لم نجد أي ثمرة لوجوده في داخل المحافظة ولا وجوده من عدمه كله سواء. ترسلوا بكل مكان منهم 11 شخص قتلوا. علاقة زكريا صاحبي وزميلي من الحارة وكارنا وتربيت معه. زميل جبهة وكما بجامعة ولا بجامعة. إيش كان عمله القالب؟ اختبر هو قالب واختبر عدو زلق الاختبار الخميس مثل الجمعة. زميل جبهة وزكريا والله كان يعني خلق عظيم في بو ومحترم. تبقتل فين؟ قبل قرة. وكانوا ناويين عاد النية انه كانوا بيخلصوا على لما عرفوا انه عاد كان ما ماتش ناويين يلحقونه لمستشفى الحكمة. هو بالمقاومة من اول الحرب مناضل باول الحرب ما يرقد ولا ينم بعدهم، بس يعني عنده كلمة الحق عنده كلمة الصح ما يعجبوش الباطل. 30,000 مجند معظمهم الاقلية اللي هم بالجبهات والبقية في الصعيد وسط الشوارع تحت قيادة بعض الصعاليك، كل واحد يعمل له مجموعة بعده وطاقم وخرج في الصعبة وسط الشوارع وقطع الطرق ونهب طالبين الله والمقاوتة ويقتلوا من قتلوا بدون ما حد يستطيع أن يلاحقهم. فإحنا الآن مدينة تعز إحنا عايشين بالنارين، نار حوثي من جهة اللي إحنا خرجنا كله علشان ضده، ونار مفصعين تعز، ومفصعين تعز هذا كله السبب والنتيجة من الشرعية حقنا اللي ما سلمتش رواتب، نتيجة إنه ما يسلموش الرواتب يرجعوا إلى وين؟ يفصعوا ويخذوا حقهم بالصميم بالسلاح حقه. يعني 30,000 جندي وينهم؟ اللي هم اللي يشتوا مدينة تعز تتحرر والجنود الصدق بين بالجبهات راقبين بهم، مفصعين تعز يفصعوا يشتوا يخذ بالصميم القاد يشتوا يخذ أكل كله. يعني 30,000 بالبيوت اللي هم القاتلون الحقيقيين بالجبهات اللي هم القاتلين بالجبهات يقاتلون حتى الراتب ما عندهم، واللي هم يسلمهم الراتب يفصعوا بالشوارع، اللي استلم الراتب بالشوارع ويقتلوا الناس وينهبوا الأسواق وينهبوا العالم. يعني اليوم زكريا بكرة مين؟ أني أنت المصور يعني العائلة حقي. فشرعيتنا يعني اللي نهتف ونقول نشتي شرعيتنا وإحنا ضد الحوثيين يحققوا مطلب، راقبين بتعز كذا ليش؟ حرروا عدن واحنا لا يجيبوا لنا سهم ذهبي ولا شيء، يدعموا المقاومين اللي بالجبهات بالسلاح، يخلون اصحاب مدينه تعز وابناء مدينه تعز يحرروا مدينتهم من نفسهم، هو هذا مطلبنا. لما تخرج من الاسواق خوف شديد طبعا، احنا نخرج من البيوت واحنا
نشاهد الموت، يعني قد يجي لك راجع، قد يلاقي الناس اشتباكات وسط السوق بالاسواق بالطرق، ممكن تموت في مكان بدون اي غريب. خوف يعني خوف يخرج، احنا مخوفين بتعز، ما نقدرش نخرج للباب الا متقاتل، بالشارع بالسوق باي مكان، والعصابه الله عصاب بيناتهم بنا متقاتل. والان الانفلات بداخل المدينه انفلات امني، ما حد الان لا حرمه تقدر تخرج الشارع ولا انسان يقدر يخرج الشارع. من هذا من الناس المتهبشين والمتفصعين، هذا من المتفصعين حقل يعني بالبنادق، يهددوا العالم ويهددوا الناس وقتلوا الابرياء بالطرقات. شكرا. في 30,000 مجمد. اريد القصاص وبقيه المتهمين ان يوصلوا. اريد من قياده المحافظه ان يهتموا بالامن، مش علشان ولدي وبس، على اساس الاخرين. وهذا ابني ان شاء الله، ان شاء الله يكون نهايه الظلمه والمجرمين باذن الله تعالى. ابني هذا ان شاء الله يكون نهايه الظلمه والمجرمين وقطاع الطرق واللي هم قتل البشر واللي هم قتل العالم. ونريد من القصاص القصاص القصاص، العدل بما انزل الله. ولن اترك ابني مهما انا على الحياه، ولن اترك القتله، سألاحقهم عبر السلطة الشرعية، عبر القضاء، عبر الأمن، عبر يعني الجهات المختصة، لن أترك ابني. نزفت مدينة تعز كثيرا من جروح الانفلات الأمني والسلاح الطائش، ففي هذا الحادث على سبيل المثال لم يقتل زكريا وحده، بل قتل إلى جواره طفل مكافح كان يعمل في بيع الشاي لإعالة أسرته. وفي كل حوادث الانفلات الأمني لا تكاد تمر حادثة دون قتل عشوائي، ومن الضحايا الأبرياء من يموت نازفا بسبب إغلاق الفوضويين لشوارع الأحياء التي يحولونها إلى قلاع ومواقع حرب، متخلين بذلك عن شرف وفروسية الأبطال التي يدعونها ويلبسون جلودها القاسية في مواجهة الضعفاء من السكان العزل. مشاهدينا الكرام، الانفلات الأمني في مدينة تعز موضوع حديثنا مع الناشط الحقوقي محمد الأحمدي بعد هذا الفاصل، تفضلوا بالبقاء معنا. أسألك بالله وين نروح احنا؟ احنا ناس ضعفاء وناس فقراء، ما معناش دخل ولا معانا حاجة، معانا إلا وقوف. زعلان على الوضع، شوف كيف احنا نشتي نعيش، نشتي نكون، نشتي نشرب، لا علاقات، لا أمام عيالنا كيف هون؟ لا الفتحنا بخلي البر، لأن دولنا نقلل الرز ونقلل السكر، عكان يصدقوا علينا بقليل ما قطعوا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من اسطنبول الناشط الحقوقي محمد الأحمدي. مرحبا بك سيد محمد. مرحبا بك أستاذ عبد الله، أهلا وسهلا. نتابع بين فينة وأخرى سقوط ضحايا في مدينة تعز لما بات يعرف بالانفلات الأمني. ولدى الراصدين الحقوقيين قصص موثقة تعرف أو يعرف فيها الجاني والضحية. برأيك هل يمكن معاملة هذه القضايا كقضايا جنائية ينطبق على المتهمين فيها ما ينطبق على غيرهم من المجرمين في أوقات السلم، أم أن للحرب أحكام أخرى؟ في الحقيقة يعني الانفلات الأمني في غالب الأحيان يكون نتيجة يعني للحروب التي تشهدها يعني مناطق الحروب والصراعات المسلحة، ولكن في كل الأحوال لا يمكن أن يكون هذا مبررا ل يعني استمرار هذه الحالة إلى ما لا نهاية. نعم. في حالة تعز من الواضح أن مسألة الانفلات الأمني أصبحت سمة يعني تطبع المدينة، والإشكالية هو أن هذه يعني هذه الحالة من الانفلات الأمني ليست فقط
يعني انتهاك للحق في السلامة الجسدية وفي الأمن والأمان. هذه الحقوق أساسية سواء في حالة الحرب أو حالة السلم. القانون الدولي الإنساني يعني يحمي حقوق الإنسان في أثناء السلم، ولكن هناك أيضا القانون الدولي الإنساني اللي هو قانون النزاعات المسلحة يؤكد أيضا على هذه الحقوق ويعمل على حمايتها، بحيث يؤكد على ضرورة تجنب المدنيين والأعيان المدنية الحرب والاستهداف. نعم. الله عز وجل امتن دائما على الإنسان وعلى قريش على سبيل المثال بالأمن والأمان، وبالتالي الأمن والأمان هو مسألة مفروغ منها، ولذلك القانون الدولي والمجتمع الدولي حرص على أن يكون للأمن هيئة عليا هي مجلس الأمن الدولي لحماية الأمن سواء على المستوى الشخصي أو المستوى الإقليمي أو المحلي والوطني أو الدولي. نعم، لكن سيد محمد، سيد محمد برأيك هل هذه الحالة من الانفلات التي تعانيها مدينة تعز والفوضى نتيجة طبيعية لطول أمد الحرب والحصار، بمعنى أنها أحداث عفوية يمكن علاجها ببعض القرارات، أم أنها شكل مختلف من أشكال الحرب كما يقول البعض؟ مع استمرار حالة الانفلات الأمني وحين تطول شخصيات كان لها دور في مقاومة الميليشيا الانقلابية التي اجتاحت المدينة وفرضت عليها الحصار، يبدو الأمر أنه سياسة ممنهجة يعني محاولة الإبقاء على المدينة رهن الصراع و الفوضى وغياب سلطة القانون، وبالتالي كان يفترض أولا على السلطة الشرعية، وكانت الأصوات تتعالى باستمرار على ضرورة أن يكون للسلطة الشرعية مضاعفة للجهود في استتباب الأمن ومنع الفوضى وحماية المدنيين، ولكن للأسف الشديد هناك صراعات بينية بين مختلف فصائل المقاومة الشعبية والقوى السياسية، ومن خلال هذه الصراعات يمكن لبعض الأطراف والقوى المتربصة بمدينة تعز أن تلعب بمصير السكان المحليين وأن تعمل على إثارة القلاقل واستهداف حتى بعض الشخصيات كما أشرت التي كان لها دور في مقاومة الميليشيا، وبالتالي يبدو الأمر بفعل فاعل وسياسة ممنهجة حتى لا تظهر المدينة المعروفة بتعددها ومدنيتها أنها تجاوزت آثار الحرب وأصبحت نموذجا لمناطق سيطرة السلطة الشرعية، وبالتالي للأسف الشديد هناك حالة من الإحباط في الحقيقة لدى الناشطين وحتى لدى السكان المحليين في مدينة تعز من تقاعس السلطة المحلية والحكومة الشرعية في العمل على يعني دعم أجهزة الأمن والنيابات وتفعيلها لتقوم بدورها في ضبط الأمن وملاحقة الجماعات أو العناصر الخارجة عن القانون، وأيضا تتبع خيوط عمليات الاغتيالات التي بدأت تشهدها المدينة والتي انتقلت للأسف الشديد من مناطق أخرى سبق أن حررت. هناك مئات الاغتيالات. نعم. مئات الاغتيالات سيد محمد، يعني بلغت الأعداد أرقام أكثر من مقلقة يعني لضرورة التحرك. فقط بدأت مؤخرا في استهداف خطباء المساجد على غرار ما كان يحدث أو ما زال يحدث أيضا في مدينة عدن، وكأنه سيناريو واحد. عموما كل عملية قتل أو نهب تتم في المدينة تنطوي على أثار اجتماعية واقتصادية تمس حقوق المواطنين. لماذا برأيك يغفل الراصدون عن أو يغفل الراصدون عن رصد هذه الانتهاكات الناتجة عن أو المصاحبة للانتهاكات الأصلية؟ ألا يقدمون بذلك خدمة غير مقصودة للجنى؟ نعود دائما للتذكير أن كل هذه الانتهاكات وهذه الفوضى والدمار الذي لحق باليمنيين وبالمجتمعات المحلية كان السبب المباشر له هو الاجتياح المسلح لميليشيا الحوثيين وحليفهم صالح من قبل الذي أعدموه لاحقا، والانقلاب على السلطة الشرعية وعلى الإجماع الوطني والذهاب بالبلد إلى أتون هذه الحرب المدمرة. بطبيعة الحال أي حروب لها يعني تأثيرات وآثار أخرى جانبية، ليست فقط قتل الأشخاص وانتهاكات الحق في الحياة
والحقوق الأصلية الأساسية، ولكن أيضا لها تبعات وإفرازات خطيرة على الكثير من جوانب الحياة، بما في ذلك هذه الانتهاكات التي أشير إليها في السؤال. وبالتالي يفترض على الراصدين أن يكون لهم جهد، وعلى المنظمات. نعم، بغض النظر عن المنتهكين وعن انتمائهم. بالضبط، يجب أن يكون هناك رصد لكل حالات الانتهاك التي تمس الحقوق الإنسان بشكل عام. نعم. وخصوصا في هذه المناطق التي يفترض أن تتعافى سريعا من آثار الحرب، وأن تكون نموذجا لحماية الحقوق المدنية والحقوق الأساسية للمواطنين، ويكون للراصدين دورا يعني مهما في رصد وتتبع وتوثيق هذه الحالات والرفع بها إلى السلطات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتورطين في هذه الأعمال التي تمس حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة. عملية نهب فرع البنك المركزي بتعز على سبيل المثال، الأضرار الناتجة عن تعطيل الخدمات كخدمة الاتصالات، تخريب بنيتها التحتية، تدمير بعض قاعات الجامعات بشكل مدروس، هذه الجرائم كلها كيف ينظر أو ينظر إليها القانون الدولي الإنساني؟ في الحقيقة هذه أعيان مدنية، ويفترض القانون الدولي الإنساني منذ البداية يعني منذ اندلاع أي نزاع مسلح يحرص على ضرورة تجنب استهداف الأعيان المدنية التي لها صلة مباشرة بمصالح السكان المحليين وليست جزءا من أدوات الحرب أو من وسائل الحرب بين الأطراف المتنازعة. وبالتالي وفقا للقانون الدولي الإنساني فإنه يجب حماية هذه المؤسسات وهذه المنشآت. نعم. وأكد عليها في أكثر من نص في نصوص اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الملحقة، ولكن شاهدنا في الكثير من مناطق النزاع حول العالم وليس في اليمن أيضا أن حالة الحرب تؤدي يعني في كثير من الأحيان إلى إقحام هذه المؤسسات وهذه المنشآت وهذه المصالح المدنية في أتون الحرب والاستهداف. أحيانا يكون هناك امثلات في الحقيقة لبعض الأفراد والعناصر التي انخرطت في القتال، ويعني لم يكن بسبب انشغال الجماعات أو القادة المباشرين بالحرب وخطط الحرب يعجزون عن ضبط أفرادهم، لكن هذا غير مبرر بطبيعة الحال. صحيح. ويفترض أن يكون هناك ضبط لسلوك كافة الأفراد المنخرطين في أعمال القتال، بحيث يكون هناك التزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يفرض على المتحاربين حماية هذه المنشآت وعدم إقحامها في الاستهداف خلال الحرب. نعم، كيف يمكن رصد هذه الأضرار، الأضرار الجانبية للعمليات العسكرية غير الشرعية التي يتضرر منها المدنيون؟ هذه العمليات أو استهداف هذه المنشآت هو بطبيعة الحال انتهاك ومخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويفترض أن الراصدين يعملون على توثيق هذه الحالات ويتم تتبع الأشخاص المتورطين فيها ويعني متابعة تقديمهم إلى المحاسبة، وأن يتحمل الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد المسؤولية عن يعني إعادة تصحيح الضرر ومحاسبة الأفراد الذين تورطوا في هذه الأعمال المنتهكة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والتي تضر بطبيعة الحال بمصالح السكان المحليين. ألا تعد النيابة والشرطة مسؤولتان بدرجة أساسية عن بدء التحقيق فورا في هذه الانتهاكات، باعتبار أن كثيرا منها هي جرائم منصوص عليها في القانون اليمني، قانون العقوبات اليمني، وهناك نصوص تنظم عملية التحقيق فيها وإحالتها للقضاء، يعني هناك منظومة كاملة يمكن البدء بالسير فيها من قبل النيابة العامة والشرطة؟ ألا ترى أنه يجب أن تتحرك هاتان الجهتان؟ بطبيعة الحال لابد على النيابات العامة وعلى الشرطة أن تتولى مسؤوليتها في المناطق التي يفترض أنها أصبحت في قبضة السلطة الشرعية وبعد خروج الميليشيا المسلحة منها وتحريرها، أن تتولى مسؤوليتها في ضبط الأمن هناك وتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين، وبالتالي العمل على حماية المنشآت العامة
والمنشآت والممتلكات الخاصة للمواطنين، وأن يكون لها دور في يعني توثيق هذه البلاغات والشكاوى ومباشرة العمل على ضبط المتورطين في هذه الأعمال وتقديمهم إلى المحاسبة، وإلا بالتالي فإنه لا معنى من تحرير مناطق من ميليشيا الحوثيين لتقع في أتون الانفلات الأمني والفوضى وغياب سلطة القانون وتفشي عمليات النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة. إذا لابد على النيابة وعلى الشرطة أن تتولى مسؤوليتها، وكانها أصوات الناشطين ووسائل الإعلام تتحدث منذ اللحظة الأولى دائما وباستمرار بأنه في أي منطقة يتم تحريرها يتم تحريرها على السلطات الشرعية أن تعمل على تفعيل دور الأجهزة الأمنية والنيابة وتفعيل دور المؤسسة القضائية في تلقي الشكاوى والبلاغات والعمل على إلى أن يتم تفعيل هذه المؤسسات. يعني حتى لو تحركت الشرطة ويعني قامت ببدء التحقيقات، هناك مهمة على المواطن، يعني نأمل أن توضح أنت للسادة المواطنين كيف يقومون بحفظ حقوقهم بخصوص توثيق قضاياهم، ما هي الخطوات التي يجب عليهم التركيز عليها والبدء بها لحفظ هذه الحقوق؟ في الحقيقة أولا المجتمع اليمني بطبيعته مجتمع، يعني شهدنا خلال الحرب كيف كان المجتمع اليمني يدبر شؤونه بنفسه، وهو لا يعول كثيرا حتى في مسألة الخدمات الأساسية رغم أنها حق من حقوقه، وعلى السلطات أن تحترم هذه الحقوق، لكنه كان يتدبر أموره بنفسه. وهناك روح تكافل وتعاون بين أفراد المجتمع اليمني قد لا تكون موجودة في كثير من المجتمعات رغم كل هذه الحرب القاسية. شهدنا أروع الأمثلة على تعاون وتكافل المجتمع اليمني فيما بينه وحماية حقوق بعضهم البعض رغم كل هذه أيضا حالات الانفلات والتعدي، لكنها تعتبر في نهاية المطاف هي يعني قد تكون إما تصرفات فردية أو بفعل قوى معادية للمجتمع اليمني نفسه. ولكن ما يتعلق بالخطوات المطلوب من المواطنين العمل عليها عندما يتعرضون انتهاك معين أو حالات انتهاك معين، أن يباشروا بتقديم بلاغات إلى النيابة العامة ويعني وأيضا إلى المنظمات الحقوقية، وأن يبلغوا عنها وسائل الإعلام. أيضا وسائل الإعلام لها دور بارز في يعني التوعية بحقوق المواطنين وفي المناصرة لحقوقهم أيضا. إذا أهم خطوة هي البلاغ للسلطة السلطات الأمنية للشرطة وللنيابة للضغط عليها باتجاه تدوين المعلومات. ما هي أهم المعلومات التي يجب تدوينها؟ الشهود، ذكر أسماء الشهود الحاضرين للحادثة، وقت الحادثة، يعني ما هي المعلومات التي يجب أن تكون متوفرة؟ في كل حالات التوثيق للانتهاكات يمكن تفصيل موضوع الرصد والتوثيق في ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو ما يتعلق بتفاصيل الطرف المنتهك حقه وهو الضحية، سواء كان هو عين يعني مدني شخصي أو أعيان مدنية كممتلكات وغيرها، وبالتالي يكون هناك تفاصيل للضحية نفسه، يعني الاسم واللقب وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة وهذه التفاصيل. وثم بعد ذلك الجزء الثاني هو تفاصيل الواقعة أو حادثة الانتهاك، تاريخها ومكان وقوع الانتهاك وتفاصيل حول الانتهاك والطرف أو الجهة التي قامت بهذا الانتهاك، سواء كان فردا أو جهة أو جماعة. والجزء الثالث من التوثيق دائما يكون هو الإجراءات التي اتخذت في سبيل وضع حد لهذا الانتهاك أو لطلب الانتصاف ومحاسبة المتورطين. ثم بعد ذلك الجزء الأخير وهو الجهة التي قامت بهذا البلاغ، ويمكن أن تكون هذه الجهة سرية إن طلبت ذلك لحماية يعني الجهات التي تقدم البلاغ، ويمكن أن يضمن أيضا مرفقات بالبلاغ دائما وهو صور شخصية للضحايا مثلا إن أمكن، وتوثيق أيضا للواقعة للحوادث لمكان لمسرح الجريمة التي ارتكب فيها، وأي وثائق أو توثيقات أخرى. الصورة تعتبر قرينة مهمة، الفيديو أيضا دليل مهم في التوثيق للانتهاكات بشكل عام، وهو ما بات متوفر في كل يد عبر الهواتف الآن.
نعم بالضبط، يعني يمكن استخدام الهاتف دائما في التوثيق لوقائع الانتهاكات، وهي يعني في الحقيقة وسيلة مهمة للغاية، لأنها أيضا تساعد جهات الضبط القضائي والنيابة للوصول إلى الحقيقة، وهي تساعد أيضا الضحية للوصول إلى حق الانتصار لحقه ومحاسبة المتورطين. نعم، حول الانفلات الأمني عموما في مدينة ومحافظة تعز، هل لكم من رسالة أخيرة؟ رسالتي في الحقيقة للمجتمع والسكان المحليين في تعز ولكل القوى السياسية أن تكون يعني معاون للسلطات المحلية وخاصة الأمن والقضاء لتعزيز وتثبيت الأمن في هذه المناطق، وأيضا رسالتي للسلطة الشرعية أن تكون على قدر المسؤولية في الوقوف إلى جانب المجتمع الذي عانى الأمرين خلال الثلاث السنوات الماضية من الحرب والحصار، وأن يكون لها يعني جهود مضاعفة في تثبيت الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من الانفلات الأمني ومن الانتهاكات ومن السلوك الممنهج لتقويض حقوق الإنسان في هذه المناطق التي يفترض أن تكون نموذجا ومثالا للمناطق المحررة، خصوصا في ظل الالتفاف الشعبي الكبير مع السلطة ومع الحكومة الشرعية للمضي قدما في عملية التحرير، وبالتالي فإنه من باب رد الجميل للسكان المحليين في تعز وفي المناطق المحررة بسبب يعني لقاء التفافهم حول المشروع الوطني أن يحظوا بالأمن والأمان وبحماية حقوقهم. نعم، الناشط الحقوقي محمد الأحمدي، كنت معي من مدينة إسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الشهيد زكريا الناصري تم الرصد، في أمان الله.